الحجازي كتاب الصوفية التصوف في ضوء الكتاب والسنة من درر الوالد سيد يوسف هاشم سيد أحمد رفع الزناب شيخ الطريقة رفع الصوفية. فأنا فتحت اليوم صفحة منه أقرأ لك. كان في حوار سويته جريدة الأنباء الكويتية اليومية، وكان الصحفي مهدي عبد الستار هذا اسمه حوار. المهم الوالد ملخص بكتابه أفكار اللي هو يؤمن فيها. يقول جريدة الأنباء اليومية الكويتية تسأل والرفاع المؤلف يجيب عن شبهات حول التصوف. حمل المحرر الأستاذ مهدي عبد الستار الأسئلة الساخنة التالية التي تمثل معظم شبهات خصوم التصوف إلى المؤلف، حيث تمت الإجابة عليها بالشكل الآتي: أنتم متهمون بنشر عقيدة وحدة الوجود والقول بالحقيقة المحمدية وأنه المستوي على العرش وقد خلقت السماوات من نوره. تدعون أن إبليس كان موحدا عابدا وهو من أهل الجنة. أقمتم مذهبكم على ادعاء الولاية وعلم الغيب والتملق برموز من الزنادقة استباحوا المحرمات وأسقطوا الفرائض كالحلاج وابن عربي. عطلتم فريضة الجهاد ونقرتم من العلم الشرعي ودعوتم إلى الزهد في الدنيا وعدم الزواج. دعوتم إلى تعظيم القبور والتعلق بالأولياء وحييتم مظاهر الشرك في الأمة. تطوفون بالأضرحة وتقبلون الحديد وتستغيثون بأصحاب القبور وهذا كفر بواح. أسأتم الطريقة الرفاعية ببرقامة البلبل، هاي حق الرواس يمكن. تسخرون الحيات والثعابين والسباع لخداع عوام الناس. مهدي عبد الستار، ما أدري أنا قاعد أدور عليه لأن كل ألقى بالمقبرة السيف خالد الأخ علاء الدين وأسأله عنهم، إن شاء الله يكون مهدي موجود. المهم اسمع رد الوالد، مسك الكتاب كذي سيدي. يقول رد الوالد سيدي المحروس معي الله يعطيه الصحة والعافية. رد الوالد يقول المؤلف سيد يوسف سيد هاشم أحمد الرفاعي يرد على اتهامات وعناصر الرد. عندنا تحفظات على المدارس الفلسفية التي أشاعت حقيقة وحدة الوجود وليس لهم مجال ولا مريدون الآن. إبليس كان موحدا لأنه أقسم بعزة الله ولكن بعصيانه أصبح إمام أهل النار. نتبرأ من قول ابن عربي في إبليس لأنها توحي بالتساهل في شأنه ولا يمنع أن تكون مدسوسة عليه كما دسوا الكثير على الإمام الشعراني وغيره. يوجد خلط بين التصوف الشرعي والفلسفي الذي نتبرأ من كثيره. الصوفيون الذين آثروا الخلوة تصرفهم فردي. بعدين خليك نتعلق مولانا. الصوفيون الذين آثروا الخلوة تصرفهم فردي لا يحسب على المنهج، وقد أجمع العلماء وقد وجد بين العلماء من أفتى بفتوى باطلة. فهل الشرع كله باطل؟ تلاميذ الرفاع والجيلاني بن الحسن الشاذلي وقفوا في وجه الصليبيين والتتار وبالجهاد، وأنا أعمل بالتجارة وقد تزوجت أكثر من مرة. الوالد يعني نفسه يعقوب الرفاعي. يوجد فهم خاطئ لعلاقة الأحياء بالأموات وسنوضحه، وزيارة القبور ليست شركا. الدعاء في مراقد الصالحين مستجاب وفئة قليلة ترفض التوسل بالميت الصالح بين الأولياء. خل أكمل لك سيدي. نعم يوجد من يسيء بجهالة في زيارة الأضرحة وعلينا أن نعلمهم الصواب بدلا من منعهم أو اتهام بالشرك وعبادة القبور. نؤمن بالعلم اللدني ولا نأخذ منه حكما شرعيا. برقمة البلبل إيه؟ خيال فكري أدبي للشيخ الرواس. وإن وجدنا فيها ما يخالف القرآن الكريم والسنة المطهرة نتبرأ منها. يجب أن لا ننكر دور الصوفية في نشر الإسلام والتصوف، ليس عقيدة بل زيادات في الجوانب التعبدية في النوافل والأخلاق والآداب في مقام الإحسان. لا نأكل اللحوم أيام الخلوة لأنها تقسي القلوب. لا نأكل. مستعد لمناقشة علماء السلف في فكري الصوفي لاشتماله على الجوانب الروحية، ولا يكمل الدين إلا به. فعلا ناظر الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق بالألفينات والشيخ عبد الله السبت بديوان أحمد الزبن ب84 منطقة غاسية الكويتية. مستعد لمناقشة علماء السلف في فكر الصوفي لاشتماله على الجوانب الروحية ولا يكمل الدين إلا به. الصوفية لم يخرجوا عن الشرع قيد أملة، وإن كان أصحاب طريقتهم ما أصاب وإن كان أصاب طريقتهم ما أصاب باقي العلوم من الشطحات. وقد أجرى الحوار وسجل الإجابات ساد مهدي عبد الستار. ماذا تعلق أيها القطب الغوث؟ أولا ابن عربي تبرأ من فكرة وحدة الوجود. اي صح. وقال في الفتوحات المكية اي نعم المغربي. ايوه.
ودعم قالة قوم قال قائلهم بأنه الإله الواحد اتحد. الاتحاد محال لا يقول به إلا جهول عن عقله شردة وعن حقيقته وعن شريعته، فاعبد إلهك لا تشرك به أحدا. فهذا الكلام منسوب إليه وليس صادرا عنه، لأنه تبرأ منه. صح بل نحن الصوفية بريئون من هذا الكلام. صح. ثانية يبقى دل على أنه زي الوالد مكان مبسوس عليه وليس صادرا عنه. وكانت الأحاديث والرواة وغيره وفيها أسانيد مظلمة ورواة مجهولة، يعني فكيف لا يكون في هذا كلام من ذلك؟ إذن علماء الرجال هم اللي بيعرفوا يطلعوا الكلام ده الأصيل من الدخيل. ثانية مناظرة علماء السلف والكلام ده شقشقة الكلام. تتعلم إن بتاع عمان اسمه الإمام بتاعهم اللي موجود ما أعرف توفى ولا ما، ها الإباضي اسمه إيه؟ ها والله نسيت اسمه. أيوة ده الوقت نفتكر. ابن باز مرضاش ينظر، خاف، قال يعني إن العامة يفتتنوا. هل الامتناع عن المناظرة عجز ولا خوفا من العامة يتأثروا؟ ولذلك السيد نفسه الله يرحمه لما قلنا له هات الدكتور فلان ده متخصص، عبد الوارث، لا اللي هو الله يرحمه اللي كان رسالته في السيد البدوي درس للشيخ احمد، الشيخ احمد عارفه، انا نسيت اسمه. المهم وكان عميد كلية القرآن الكريم في طنطا، فقال انا اخاف ان الصعايدة يقعوا في شباك مع السلفية ويقولوا أنا السبب في الفتنة دي. كويس. فأحيانا بيكون المناظرين لهم بعد نظر. وقرأت مرة إن واحد ملحد تناظر مع واحد مسلم، في نهاية المطاف أسلم الملحد وألحد المسلم. لأن من يدخل المناظرة دي معركة، ومن يدخلها بغير سلاح يخسر. أخاك إن من لا أخا له كساع إلى الهيجة بغير سلاح، فلازم يكون مستعد لهذه المناظرة. وبرضو من ضمن الاستعداد، هلا دلوقتي فرعون لما طلب المناظرة خسر ليه؟ لأن السحرة انقلبوا عليه وبقوا مع موسى. أصحاب الأخدود انقلبوا على الملك وبقوا مع مين؟ مع الغلام. مع الغلام. لا النمرود ده كان في العراق. يعني لا بعد بقوا بمناظرة. إيه. أنا روحي وأبويته أنا. مثلا. فأحيانا ينقلب السحر على الساحر. كويس. فدي دليل على إن ال ايوه دكت اسمه الخنيني اسمه ايه؟ بتاع عمان فيها نون ويه كده. هو على فكره مناظرات الوالد مع الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق قناه اوبريت كان الاستاذ القحطاني هو يديرها، الحين هو مدير وكاله انباء الكويتيه كونه، واخوي احمد سيد يوسف الرفاعي فيها. اكتب مفتي. شكرا.